مرحبا، انا لينا خليفه واليوم عم بصور من شي فايت ستوديو، وبدي اصير اعلمكم تكنيكات بالسيلف ديفنس خاصه باللغه العربيه، فبتقدروا تشوفوها كمان تابعوا الاخبار كلها على اليوتيوب شانل اونلاين. فاول حركه بدنا نتعلمها اللي كيف تضربوا البانش. البانش لازم دائما يكون الابهام لجوا والايد كامله مسكره على الاخر. طبعا هون البانش ما بينفع انه الابهام لبرا او الابهام لجوا، فدائما بيكون بهاي الطريقه. أول حركة بس هنا نتعلمها اليوم اللي هي كيف تضرب الجاب والوقف. فهلأ الجاب الوقف دائما الركب مبنيين الظهر مستقيم، الإيدين فوق عشان تحموا وجهكم في حالة إنه طعنتوا للظهر لفوق. فالجاب بتلفوها كامل، تخبطوها بتضل معمولة كديفنس على الوجه. طبعا تعملوا فيها دائما روتيشن لفة بالخصر عشان تعطي للضربة أقوى. أيوة. اوكي، شكرا لكم، وهذا اليوم اللي بعطيه الحركه بس هي الجاب.